because of love you have to take. Yeah. Oh, yeah. Enough to talk it, the floor is your mouth. You have to make every mission now. You have to make a hat. You have to make a hat. You have to make a hat. اليوم نحن كطلبة ساحة الاعتصام وكممثلين عن ساحة الاعتصام كبعض الكليات في ساحة احتجاج بابل نعاهد الله ونعاهد الوطن ونعاهد دماء الشهداء التي سالت من أجلنا أننا مستمرين باعتصامنا السلمي هذا لحين تحقيق المطالب التي خرجنا من أجلها. لا يثنينا عزم الأحزاب ولا يثنينا تكالبهم علينا. اليوم الضغوطات التي تمارس علينا من والفتن التي تثار من قبل الأحزاب علينا وعلى أنهاء أضرابنا نعاهد ونؤكد مرة أخرى أننا مستمرين بهذا الاعتصام السلمي لحين تحقيق المطالب ألا وهي تعيين رئيس وزراء غير جدلي مختار من الشعب، قام قانون انتخابات منصف وعادل وليس ينصف الأحزاب وإنما منصف للشعب وباختيار الشعب، كذلك مفوضية انتخابات مستقلة وتحديد موعد انتخابات مبكرة تضمن للشعب وتضمن أصوات الشعب في المرحلة القادمة، لأن ثمرة هذه الثورة هي تحددها صناديق الاقتراح القادمة إن شاء الله. أيضا هنالك تساؤلات عن ما حدث البارحة من فتنة أثارت الجدل في ساحة اعتصام بابل، هي فتنة حزبية، هي فتنة تخريبية، هي فتنة تريد شق الصفوف.
إلا تقلبوا الدنيا الغيمة تنداس إلا تقلبوا القرى على الأطبال تعيش مر بالحية بحرك صار ممنوع لو ما مرها صدق ما صدق يصير أمل إن مايا وقرى سرها بحر كامل قدرنا نظلمها بالبير أمل إن مايا وقرى سرها بحر كامل قدرنا نظلمها بالبير سلوها ولأن أكثر ما سرق في التاريخ هو التاريخ لذلك سلوها قبل أن تضع الحرب وزارها من الذي غادرها. طبعا احنا مستمرين بالاضراب من يوم 25 لحد الان، وانا طالب اعداديه، طالب سادس اعدادي، وايضا مصور فوتوغرافي متواجد هنا بكل وقت بالساحه، احد اوثق كل الاحداث اللي تصير هنا دعما لاستمرار الثوره. طبعا احنا نحب نوجه كلمه لطلابنا ونقولهم ابقوا ويانا بالساحات الحين تحقيق مطالبنا. احنا طالعين هنا صار لنا 125 يوم تقريبا، وعايفين اهلنا وشغلنا كله وقاعدين هنا، فلا هم يردون يخلون رئيس وزراء المفروض بمطالب الشعب، مو يخلون رئيس وزراء بضوء الأحزاب، لا ريد رئيس وزراء خالي من الأحزاب، رئيس وزراء مستقل لنا يحقق مطالبنا لا أكثر ولا أقل. والشيء الثاني أنه بدون فتنة، بدون لأن إحنا طالعين من أجل العراق ولا شيء من أجل جهة أو من أجل محافظة أو من أجل شخص معين، إحنا طالعين من أجل العراق لا أكثر ولا أقل.
الاضراب بقضيه فوت ويخلون رئيس الوزراء اي عادي عادي كلش 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 عادي طالبين احنا لا رايدين فلوس ولا رايدين مناصب ولا رايدين اي شيء، احنا رايدين وطن ان يكون سالم، وطن يحترم الفرد ويحترم المجتمع ويحترم كل الاطياف وكل الاديان وكل الفئات وكل بكل مسمياتها هي محترمه بوطننا هذا، نريد وطننا سالم من كل شيء، يريد وطننا عزيز، نريد وطننا أن يكون وطن مميز بين الأوطان كلها. احنا منذ 2003 ولحد هذه اللحظة بالتنازل، بالعد التنازلي ما صعدنا درجة واحدة، احنا نريد نصعد لنا حتى لو درجة في سبيل أن نحقق طموحاتنا كشعب حر ديمقراطي يتبنى الكفاءات، يتبنى كل الأطياف ويحتويها وكلها من الشمال إلى الجنوب. إحنا ما نريد طائفية، إحنا ما نريد قتل، إحنا ما نريد اغتيالات، إحنا ما نريد حرق، ما نريد قطع، كلها هاي رافضها الشعب. إحنا مواطنين الشعب بكل أطيافه، سواء كان الكاسب أو كان الموظف أو كان ذو منصب، إحنا إن كنا نريد ننشد وطن، هدفنا الوطن، ما هدفنا أي شيء.
استمرار الطلاب مستمر لحين تحقيق المطالب، ولا يمكن العودة إلى مقاعد الدراسية من دون تحقيق المطالب التي تم الخروج من أجلها. تم الاتفاق فيما بين الممثلين ممثلين جامعة بابل والجامعات الأهلية الموجودة في محافظة بابل على استمرارية الإضراب الطلابي، وهذا اتفاق مسبق ومنذ اليوم الأول في المظاهرات. جميع الطلبة متفقين على أنه لا يتم العودة ولا يتم رفع خيام الاعتصام إلا لحين تحقيق المطالب. الحكومة تتماطل ويانا، الحكومة المحلية اللي بابل، سواء الحكومة المحلية الدولية اللي هي حكومتنا اللي بالخضراء، تماطلون وين متظاهرين. خلوا رئيس الوزراء محمد توفيق علاوي، احنا ما متفقين يعني. كل الساحات مدى تريده، كل الساحات على اغلب المحافظات اللي طالعة مظاهرات مدى تريد رئيس الوزراء الجديد، بس لحد الان اكو مماطلة وتسويق، واحنا هنا موجودين معتصمين. اللي يريد يروح يداوم يكسر ظهرنا خيره، يروح يفتح دوام وساحات، اللي يروح تعبنا كل العب خالي بلاش، يريد يبقى هنا ويساندنا، هذا الشيء لا إلي ولا إله، شيء للعراق هذا. فما تقدر انت انه تخلق انتماء لاي طالب، انه تخلق بروحه وطنيه اذا هو ما عنده، انه خلص الدوام. انا متخرج، انا رجال خريج، قاعد اشتغل تاكسي، قاعد اخرج لغه انجليزيه، لا تعين ولا شيء. اغلب الطلاب اللي يدامون خليه يفكرون مستقبلهم، يفكرون بالبلد، يرجع مثل ما كان ونرجع ان شاء الله بحال الله، نترك لاي الاحزاب ويرجع وتنحل الامور، والجامعه موجوده والدوام ما يخلص ولا ينتهي. هاي كل ما بالامر.
انت منو؟ انا الحسين المنصدم. انت منو؟ انا الحسين المنصدم. انت منو؟ انا الولاء للوطن. انت منو؟ انا الولاء للوطن. انت منو؟ انا الولاء للوطن. انت منو؟ انا الاجرة المرسلين. انت منو؟ انت منو؟ انت منو؟ طالب رغام صالح جاسم، طالب كلية تربية أساسية قسم علوم فرع كيمياء مرحلة رابعة. من بداية المظاهرات لحد الآن ومن 11 مستمرين بالأضراب. بالنسبة لرئيس الوزراء اللي اختاره محمد توفيق علاوي هو مرفوض من الشعب، ما حد وافق عليه، ما حد اختاره من الشعب، لكن احنا لحد الآن مستمرين بالأضراب. يا إما هو بين خيارين، يا إما يحقق المطالب بأسرع وقت ممكن، يا إما الجبرة غير الجبرة يستقيل يقدم استقالته. بالنسبة لنا وبعض الطلاب مستمرين بالأضراب، حتى لو تروح سنة، حتى لو تروح سنة ثانية، ما نعوف الساحة وما نعوف الأضراب وما نرجع للدوام إذا ما تحقق المطالب اللي خرجنا إلها يوم 1/10 إلى الآن. بالنسبة للي صار البارحة، البارحة دخلونا قبعات الزرق على أنه أساس أنه يساعدوا القوات الأمنية فرض الأمن، فرض يساعدوا القوات الأمنية فرض الأمن وقللون الفساد وقللون السلبيات الموجودة. بينما أقوى شيء صار ببابل هو البارحة، أقوى فتنة وأكبر فتنة صارت البارحة. نتمنى أنه هاي الشغلات بعد ما تصير. هم أخذوا درس، إحنا جربنا الشرط، جربنا جيش، جربنا شرطة، جربنا شغل، جربنا مندسين، جربنا أحزاب، جربنا البارحة القبعات، جربنا كل شيء. فإحنا شعب بعد ما خاف، جربنا كل شيء، جي ما خاف. يعني البارحة رمي حي وإحنا نركض عليهم، الآن طلعناهم من الساحة، الآن طلعناهم من الساحة. نتمنى إنه هاي الشغلات بعد ما تكرر. نتمنى الناس، نتمنى الطلاب اللي بالجامعة اللي عندهم نية إنه يداومون يخلون هذا الشيء بعينهم. إحنا جاي نضحي بحياتنا، جاي نعرض حياتنا للخطر، ونايمين هنا بالبريد. يعني أنا واحد من الناس مستمر بالمظاهرات، بس كل أسبوع هي ترجع البيت. هاي الفترة صار أسبوعين ما راجع، حتى فلوس ماكو. يعني احنا وضعيتنا بالنسبه للناس تقول تمويلهم خارجي، تمويلهم من الاحزاب، تمويلهم من غير دول. احنا ناس يعني شو اقول لك، شباب اغلبهم 1000 دينار ماكو بجيبهم ومستمرين، وان شاء الله تحقق المطالب، وان شاء الله يصير عندنا العراق اللي نريده، العراق اللي تمنيناه من يوم خرجنا 1/10 الى الان. يا وطن، إيه أحبك يا وطن،
انا بس اسمي ناي طاعي ويانا فشري خليت يقول لهم جمعكم الورا هكرم سحاوي علاوي طالب كليه فنشيد بالطلاب ونريدهم بساحه التحرير ساحه التحرير تواجد بشكل كبير. احنا من يوم نرجع راح تخرب الثوره وراح تضيع دم الشهداء. لما نرجع ايش راح تقول لام الشهيد راح تقولها ليش نضيع دم الشهداء؟ نبقى احنا لون نعيش سوا ونشيدهم ان لا يداومون. هذا دم الشهداء يعني شو نقول له؟ شو نقول لأم الشهيد؟ شو راح نقول لها مثلا؟ شو راح بيا وجه نواجهها؟ اما نبقى نغير أو احنا ثاني شيء رئيس الوزراء خلوه مو من ايش اسمه؟ مو من ساحه التحرير. مو من ساحه التحرير ولا موافقين عليه ولا هاي، هم خلوه براحتهم، احنا علي ما نطالعين، غير طالعين على الاحزاب، احنا ما نريد احزاب، نريد حزب خالي منا، نريد وطن، نريد شغله هي شغله وطن مالتنا، شغله وطن، مو شغله ايش اسمه؟ تعيين، كهرباء، هذني، نريد نعيش بكرامه، صار لنا 16 سنه بالظلم والجور، 16 سنه بالظلم والجور، كافي، يعني والله ما هيك. انا على ابو ايران لا بامريكا. زين، لوقي، انا على ابو ايران لا بامريكا. زين، لوقي، انا على ابو ايران لا بامريكا. زين، لوقي. أنا على أبو إيران لا أمريكا زين لوقي أنا على أبو إيران لا أمريكا زين Oh, my God.
جسر فجو هم اهل القبعات الزرق فجو قاموا يصحون نعم نعم للدوام زين وهاي دم الشهداء راح وبعدين طبينا فضربوني انا هاي رجلي خواصري منه ضربوني وطبت بنيه بس تريد تعبر يعني تعبر الجسر ما خلوها قام واحد يدفعها على الثاني وهي بنية اعتبرها بنتك اختك ليش هيك اعتبرها اختك تدفعها زين انت رجال كبير تدفعها من واحد لواحد ليش فوقا يحطونا ويضربونا ويضربون علينا انه الطلق حي الله اكبر Come on!
السلام عليكم، السلام على العراق، السلام على شهداء العراق. نحن متظاهرون ومعتصمون بابل، نناشد ونطالب من أخوتنا الطلبة الاستمرار في اضرابهم عن الدوام ومساندتنا، لأن كل يعرف أنه عمود هذه الثورة هو الاضراب الطلاب عن الدوام. وإن شاء الله في أقرب وقت نلقى حل مناسب لأخوتنا الطلبة أنه ما يأثر على مستقبلهم، وإن شاء الله إن شاء الله الثورة منتصرة بدمها الزكي، دم الشهداء، دم الأنفس البرية اللي راحت من قبل الأحزاب. يقولون من وياكم ومن عليكم شو يقول؟ موش ويانا الشيخ اللي راح العادل، موش ويانا الشيخ اللي راح العادل، موش ويانا ما يحضر وقت الضيج، موش ويانا ما يحضر وقت الضيج، موش ويانا ما يدمج على التبليغ، موش ويانا ما يدمج على التبليغ، موش ويانا ما يدمج على التبليغ، موش ويانا ديال العاف التحرير، موش ويانا ديال العاف التحرير، موش ويانا ديال العاف التحرير، موش ويانا من ما يطلع للتحرير، موش ويانا ما يطلع للتحرير، موش ويانا هذا ويانا هذا ويانا هذا ويانا هذا ويانا من يوم ظهرنا شهرين. استعجول بلا تطبيق مرفوض محمد توفيق، يسكتون نصفين أحزاب لا للظنون، يسكتون نصفين أحزاب لا للظنون، صار النشقة معتصمين كان تخذلون، كنتم هذا الشعب يصير حتى السكتون. استعجول بلا تطبيق مرفوض محمد توفيق، استعجول بلا تطبيق مرفوض محمد توفيق، يسكتون نصفين أحزاب لا للظنون.
وطن، احبك يا وطن، احبك يا وطن بتحاربوني، احبك يا وطن، احبك يا وطن بتحاربوني، احبك يا وطن، احبك يا وطن، احبك يا وطن، احبك يا وطن بتحاربوني، احبك يا وطن، احبك يا وطن. شدينا الخيل اي والله، شدينا الخيل اي والله، شدينا الخيل اي والله، شدينا الخيل اي والله، وزامطنا الليل اي والله، وزامطنا الليل اي والله، وذكرنا الجال اي ذكرنا الجال اي والله، يما البارود بنشتم بريحتها، يما البارود بنشتم بريحتها. والله احنا طالعين على موجب هذا الشعب اللي لحق الجور والقهر، وكلهم طالعين لا شغل ولا عمل، ونريد تحقيق الاماني، وما نريد كل شيء، احنا نريده من الله والاجاويد بحيث يسوون لنا شارع. الوضع هذا متهقق، والا ما تنظل هيجي ثلاث ارباع هاي الشباب لا شغل ولا عمل، ودمرتنا هاي الاحزاب، واحنا جيب علاوي طلع علاوي جيب علاوي، هو هاي الى متى؟ احنا دقنا الفقر من ذاك يوم هذا يوم، من حكومه لحكومه، الى متى يا جماعه؟ وانا لله وانا اليه راجعون. يحيى العراق، يحيى الشعب. هاي الثوار، هاي الثوار، هاي الثوار، تركض عنا، هاي الثوار، تركض عنا، طاحت يا روح، طاحت يا روح، طاحت يا روح، وحدة انتو واحد موطننا في دول هالدار، وحدة انتو واحد موطننا في دول هالدار، الله ما همنا الغار. اي والله ما همنا الغاز، اي والله يجيب المعتاد، اي والله ما همنا الغاز، اي والله يجيب المعتاد، اي والله احنا بلا خوف، اي والله احنا بلا خوف، اي والله لو وازعنا الكل نفضل متن الجنات، اي والله لو وازعنا الكل نفضل متن الجنات، اي لو وازعنا الكل نفضل متن الجنات، لو وازعنا هاي الطلاب، هاي الطلاب، تبحث لك باب، هاي الطلاب، تبحث لك باب، صاحت بالصوت، صاحت بالصوت، العراق من اليوم ورايح ما تبقى حزان، العراق من اليوم ورايح ما تبقى حزان، العراق من اليوم ورايح ما تبقى حزان، العراق من اليوم ورايح